جورج الصايغ. درس الطب وتخرج من جامعة القصر العيني في القاهرة عام 1956. درس الفن على نفسه. تتحرك لوحة الفنان جورج الصايغ ضمن أسلوبين تعبيريين باتجاه التجريد الهندسي، بحيث يعتمد التكوين الفني في هذا السياق على التوازن البصري بين توزيع المساحات اللونية على سطح اللوحة التي نرى من خلالها الظواهر الواقعية، ثم ينحى في أسلوبه الثاني باتجاه التعبير الذي يتخذ من الأساطير والقصص الدينية مرجعيتها في التصوير وإعادة التمثيل.